جيل جديد سيارة جديدة BMW M2 Competition. نحن اليوم بحلبة أسكاري بإسبانيا مع M2 Competition اللي كتير تعدل فيها شغلات، كتير تغيرت من جوا من برا، حتى ميكانيكلي كمان تغيرت. هلأ السيارة صارت أعلى performance بكتير، رح أحكي لكم شوي عنها من برا من جوا، بعدين بنشوفها على التراك كيف حتكون قيادتها. الـ BMW M2 Competition صارت تنزل بلونين جداد، واحد منهم هو السانسيت أورنج، واللون الثاني الهوكنهايم سيلفر. هذا اللون مش نفس اللون تبع الـ 1M، بس شبيه فيه. أهم شيء بحكي لكم عنه، أول شيء بتنتبه عليه بالسيارة اللي هو الجريل الأمامي. الكدني جريل صار كتير حجمه كبير، وصار ون بيس اللي هو قطعة واحدة من دون يكون في قطعة فاصلة بالبومبر. ليش كان في تهوية كبيرة؟ عشان ركبوا الريديتر الجديد اللي أخذوه من الـ M3 والـ M4 الـ Competition Package. ثاني شيء بنروح عليه، في عنا المري أخذوها من الـ M3 والـ M4 كمان، لأنه كتير الناس طلبوا أن يكون شكل السيارة سبورتي أكتر. الشيء الثاني اللي هو الويلز. الويلز اللي على السيارة صاروا ينزلوا 19-inch wheels، هذول خفاف، 10-inch خلفي، 9-inch أمامي. السيارة من الخلف عندك الـ M2 Competition Emblem صار أسود. كل شيء ثاني نفس الشيء ما عدا الإكزوست، صار عليها إكزوست سيستم جديد. من أمشي بالـ M2 Competition تفتح الغطاء، أخذوا نفس الستريس بار اللي كان مستعمل بالـ M4 والـ M3، بيعطيها الريديتي أكثر. وغير هيك عندنا بار كامل بيمسك الفاير وول مع التاورز تبعون السسبنشن، صارت السيارة كتير أمتن من قدام. تقدر تشوفوا هذا الانجن هو الـ S55، نفس الـ M3 والـ M4. أول تجربة عم نسوق الـ BMW M2 Competition على أسكاري. أنا قدامي هلأ برونو سبرينجلر اللي هو سائق BMW للDTM للفاكتوري درايفرز. بطل الـ N55 القديم. هلأ اللي بتذكر الـ M2 القديمة كان عليها انجن N55 اللي هو نفسه اللي كان جاي على الـ 235 من BMW. هلأ تغير السيتاب، هلأ صار على الانجن S55 3 لتر بس. طبعاً M-Power مسكوا الانجن فرطوه، عملوا كل الشغل فيه. تغير هلا صار هاير بيرفورمانس، تغيروا التيربو صار توين تيربو على مونو سكرول اللي هو سنجل سكرول. سنجل سكرول اللي هي الفتحه واحده بتكون بين التيربو. الانجن زاد الباور تبعه تقريبا بنسبه 40 حصان، وصلت السياره 410 حصان، والتورك زاد صار 550 نيوتن متر من العزم. الارقام حلوه، التسارع فيه نقص من 0 ل 100 ل 4.2 ثانيه. هذا رقم حلو تقريبا. هلا صرنا عاملين 4 أو 5 لفات دعس كامل مع فول بريك، والبريك للان ما صار عندي فيدينج فيه او فقد احساس، يعني هلا البريك ما عندي اي مشاكل فيه، ما بردنا ولا عملنا كول داون. بريك مثل ما حكينا 6 بسات امامي، 4 بسات خلفي، 400 ملي متر امامي، 380 خلفي. مع حجم البستر اللي ماسك على البريك، يعني البريك تقدروا تحكوا انه فيه هو منيحه. بس هي السياره هاي مش بموضوع ك باور وبريكنج والحكي هذا كله. السياره بتقدر تحكي انه هي ممتعه لسواقتها، لانه حجمها بيساعد والصوت فيها بيساعد. المود اللي عم بسوق فيه هو الام 2 على الستيرنج اللي هم مخصصينه هلا سبورت بلس للانجن. الستيرنج على سبورت فيه ستيفنس منيح. وغير هيك التراكشن كنترول بخف اللي هو MDM، اللي هو مش فولي اوف بس يعني فيه جزء منه مطفي. ستيرنج حلو بلايفل السيارة. سيارة شوي بلايفل إذا بتقدر، يعني إذا فاكين التراكشن أكيد السيارة بتروح بالعرض أكثر. هلا التراكشن نص بس مطفي، يعني سسبنشن ستاب واحد، يعني زي ستاب اللي أنت هلا هتسوق فيه على التراك هتطلع تسوق فيه على الشارع. ما في ستيفنس عالي، بس بتعطيك الستيفنس اللي أنت بدك إياه على التراك. من الشغلات الحلوة اللي عجبتني بالـ M2 إنه على سرعة خفيفة الـ M2 عم تقدر تعطي تورك
على RPM واطي، يعني تقريبا بلش الـ RPM عندك البيك تبعه 550 نيوتن متر، ممكن تاخده من 2000 وشوي RPM، 2300 تقريبا 2350، وهذا شيء جدا مسلي، خاصة إذا عندك سيارة بالحجم خلفي انجن قدام متوازنة وبتحب الدريفت. يعني قبل ما نخلص الدرايف هلا قررنا على الكول داون، بلش العرق يزرب من جبيني وايدي كلهم عرقانين. اي ثينك هاي الشيء الوحيد اللي اي ثينك ممكن اغيره بهالسياره انه احط ستيرنج ويل الكانتارا، لانه حيعطيني جريب اكثر، وطبعا مع السويت اللي بيصير وانت عم بتسوق على تراك خاصه اذا كان جو حامي بيساعدك هذا الحكي كثير. هلا بقتنع اكثر واكثر بالبي ام دبليو ام 2 بعد ما تغير الانجن للاس 55. انا قبل لما كنت سوت الام 2 القديمه عجبتني وكانت سياره كثير حلوه وكثير ممتعه ومسليه، بس بيضلوا نفس الكومنت انه السياره ما فرقت كثير عن ال 235 اللي هي نفس الانجن ان 55، بس تعدل عليه شوي وزاد طبعا الباور شوي. بس هلا مع الام 2 كومبيتيشن الانجن تغير، اخذوا الانجن من السيارات الاكبر اللي هي الام 3 والام 4، زاد الباور، زادت المتعة، صوت الانجن تغير. مع الاكزوست الجديد حاطينه على السيارة، صوت السيارة عنجد فعلا تغير. الجير اللي نزلوا على السيارة هم جيرين مانيوال والدي سي تي. الدي سي تي ما بيحكوا له اوتوماتيك، بيحكوا له دول كلتش ترانزميشن. حتى الترانزميشن على ايد الغيارات ما في بارك، لانه ما بيعتبروها اوتوماتيك. اوكي، حظي حلو، اعطوني مانيوال 6 سبيد مانيوال ام 2 410 حصان و550 نيوتن متر عزم. مانيوال مان، مانيوال جدا ممتع المانيوال. فيها ريف ماتشنج، المانيوال بلايفل اكثر من الدي سي تي، بس كمان نفس المتعه. واو رهيب. ماتشنج شغال بشكل كتير حلو. سيارة الـ BMW M2 Competition هلأ خلصنا سواقتها، السيارة فعلاً فيها متعة بالسواقة. هي ما بتركز على موضوع performance وأرقام مع أنه زاد كل إشي فيها، بس فعلياً سواقتها ممتعة جداً من ناحية الهاندلينج تحسن كتير، من ناحية الباور تحسن كتير، المتعة بالسيارة بشكل عام كتير رائع. فيها grip، فيها ممكن تكون تنبسط فيها، تكون happy tail شوي، يعني going sideways شوي. السيارة بتنزل بالأسواق بالميدل إيست بشهر سبتمبر اللي هو شهر 9، فإذا كنتم محبي أم أو عندك أم 2 الجيل السابق، أنا بقول إنه لازم تشوفوا هاي السيارة، لأنه عن جد التغير اللي صار فيها عن جد نقلها لمرحلة تانية. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، ولا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب لأنه في فيديوهات كتير جاي بعدها.